اوكي سو في مشروعين براسي ينعمل اليوم. اول مشروع انه رتب خزانتي لانه امبارح نزلت الصيفه بس ما طلعت كل الشتوي وما رتبت الصيفه. تاني مشروع هو انه كتير عبالي فوندان شوكولا وكتير عبالي اعمل. هلا السؤال هو هل بقدر اعمل اثنيناتهم؟ ما بعرف، يمكن قرر انه اعمل اثنيناتهم وبلش بوحده وازهق وما بقى اعمل شيء. يمكن الافضل انه بس نقي وحده وتستيك تو ات، فما بعرف. عم فكر هلا اللي بدي اعمله هو انه اطلب بوترز، القصص اللي ناقصتني للفوندان. هيك عملتها كون عملتها، ما عملتها كون ما عملتها. طلبت كمان الفروت رول اب كرمال جربها، طلبت ايس كريم شوكولا لينت وهيرشيز لانه بدي اتقنها للخبريه. عرفته جروسري شوبينج ما بيصيروا على توترز بس هن لوقت القطعات مثل هلا، بس ما يكون الجلد يروح على السوبر ماركت. وكرمال مي اهم شيء، صناديق مي، هيك كرمال مش انا احملهم هو يحملهم. go to check out. اي ظهري 25 دولار عم عشو شو طلبت؟ ولا ما طالبه شيء الا شوكولا وبوزة يعني. اوكي رح شيل الشوكليت شيبس لانه منا عايزتهم محن. 18 دولار ماشي الحال. اوكي هلا في شغله تانية بدي افرجيكم اياها ورح تنقسموا اثنين. عالم رح تقول اف شو عندها تياب وعالم رح تقول اف شو ما عندها تياب. واي ثينك يو نو انا من اي عالم اللي هن انه اكيد ما عندها تياب. سو هو هن كل الصيفه يلي عندي اياهم. فرمي ما عندي تياب لانه هولي نصهم ما بقى رح البسهم اصلا. anyways مشروعنا لليوم انه نرتب هولي و نرتب هالأوضة. هذه كلها فيها تياب. اذا مش عاملين سبسكرايب بليز اعملوا. بيزو نشلح هيدا. هيدا مثلا جايبته من شي ان ولا مرة لبسته لانه ما بعرف كتير صعبة تلبسه هيك شي. يعني حيلا شي ببين السليب السيلوليت كل شي. الكرش اهم شي فا ايه ما بعرف بلكي بلبسه برات لبنان. اوكي سو كيف رح نقسمهم؟ باي كولرز ولا باي قطع كروب توبس؟ شو بعد؟ شو عندي غير كروب توبس؟ اي وانا جيف اب اوريدي. خلص يلا يلا. هي جبتها ثريفت بس ما لبستها كمان، لازم البسها برات لبنان. عرفتوا كيف بتجي؟ هلا مبينة كروب توب مريول بس لا بحسها كيوت. وكل شيء بده كوي، ما معقول هي بدها كوي. جمال حال كان لازم رتب تختي قبل ما اعمل كل هالقصص. كولرز هيدي ما لبستها كثير حسيتها وزية، ما بعتقد رح البسها. هاي ما لبستها بلبنان بس حلوة رح ارجع البسها برا. It's so freeing انه تظهروا برات البيت مش لابسين شي تحتها بس لابسينها وما حدا همه شو انتو لابسين وما عم يطلعوا فيكن. I love this feeling. ما بعرف عنك اشياء كتير. هيدي كتير بحب هالسكيرت لانه بتذكرني. لا اذا هلا كل قطعة بدي اقعد احكي عنها ما بنخلص. لا بس عن جد كتير بحبها لانه بتذكرني بسبين وبدها كوي. وصلوا الغراض. صراحة عبالي هلا انسى كل شي بدي اعمله واكل هاي مع بوزة. لا كل ما خلص اسرع كل ما اكلها اسرع. كيف؟ كيف هذا لبسته عمري 16؟ شو هيدا بلوزة ولا فستان؟ هلا في كثير قصص بدهم كوي بس ما رح فوت بهالمشروع هلا، بعدين عروق ارحلقن كلهم وبعدين عروق بكوي. ايه اكثر شوي. انا من النوع يلي ما بحضر شيء قبل بوقت، كل شيء لازم يكون اخذ دقيقة.
بجي اخذ دقيقه بدي البس شيء بيبقى لي ربع التياب اللي هن فيه البسهم لانه كل الباقي مجعلك وما عندي وقت اقعد اكوي وما بعرف شو. سو في قصص ليترلي ما بحيت لابستها بس لانها مجعلك وما عندي الخاصيه انه اكويها وما بعرف كيف تغير نفسها. ريكول البروجري اللي عملته ياي شتوي صار فوق هون بعد بدي رتبهم هيك في كم حرتي صوروا بعدين تكتيك فيهم. هيدي الغزانة هون حطيت شورتات واتنينير قصار كروب توبس بيض كروب توبس بلاك كروب توبس ملونين وهون كم بانتس معلقين وهون كل شي باقي علقته. هيدا تلات ارباعه بده كوي بعدين شي نهار ما بعرف. سو ترتبت الاوضه واخيرا والشوز لبعدين هيك هيك ماني عامله بيديكور سو ما رح البس صندلات وشي مفتوح نتركهم شي جمعه جمعتين بعد وهيك بنكون خلصنا. بعد بدي ارتب شوي الارض وهيك كثير عبالي فوندون. honestly بدي اقول ميرسي لكل حدا عم يحضر هذا الفيديو لانه من وراكم انا رتبت الصيفه والا كانوا اخذوا معي لازم ترجعي لا خلصتهم بس ارزاك خلص بلشت الفيديو لازم اسوي بروجرس ما في هيك انه خلص قرر انه اوقف سو كبست عليهم وخلصتهم وهيك مبسوطه. هلا صار وقت الفندق. حماتك بتحبك لانه هلا عم سوي اليوتيوب فيديو ونزلت الصيفه وهيك وخلصت وبدي اعمل فندق بدي اجرب اعمل فندق سو انت بتدوق. Two egg yolks, ربع cup sugar. للي ما بيعرف شو الفوندان هو لافا كيك فما عندي بويت لللافا كيك فرح استعمل تبع المافنز. حس ما كتير بيأثر شكلهم بيطلع غير بس انه صغر. بدي ادهن الهيدا بزبدة ترى وجاني ظهري سو فكر جيب كرسي واشتغل. اوف اخ يا ظهري. هي بعد ما تجوزنا بعد ما حبلنا جبنا اولاد وربيناهم الله يستر. ايه ناقصني سبار بعرف سو نحن بحاجه لثلاث ارباع هيدي البار نعم like a piece of art. Add some hot water to the bottom and place a medium mixing bowl over the top. You want to make sure the bowl is over the steam and not over the water. Chocolate chips and one stick or half a cup of unsalted. شو صار برو؟ We're back. We are back. كل ما اشوف هيك شوكولا بكمية ودايبة وهيك بتعرفوا شو أول شي بتذكره؟ بتذكر حلقة Wizards of Waverly Place وير سيرينا بتغطي كل حالة بالشوكولا ولحديت اليوم this is my fantasy صراحة انه يكون في هيك بيوفيه شوكولا او حيلا بيوفيه actually واعمل اللي هي عملته وغطي حالي بالشوكولا. نص كوب بعدين ملح وفاني easy easy شو عم بعمل شي غلط ليه هيك عم تعمل؟ اكتشفت انه بيجي معها هولي كنت مستعملته من زمان وناسي انه في بالعلبه كان هولي وبس طلعت هولي كانوا اوريدي بالعلبه هذا اي ثينك للعجين مش لهيك ليكويد ما عليه نتعلم اتس اوكي وبنزيد جلي على حالنا. اوف تعبت مش الحال عملت غلطة بدل ربع كوب اوف شوجر حطيت نص ماكسيموم تطلع سويت
كاتبة ربعه. Anyways. Take that. He's so cute. لا نزعتهم. اوكي هنت زعت ما عليه بكده. هاي كمان. كان لازم شوي شوي كارن مش هيك. اوكي في بس واحدة بعدها صاغ. بس معلش معلش. هلا لانستا من نسكب صحن تاني انه يابا شو زبطوا معنا. هيك هيك بتعرفوا انه انستا كله كذب. اوكي هلا بدنا ندوق the actual thing. بس عم فكر ننتقل للصالون. يب I think ستويتو زيادة عن الزوم وتغلبطت بالعيارات. لا طيبة طيبة مش عاطلة. وات اوكي عم نتعلم. رح يجي نهار وافتح مطعمة و it's gonna be game over للكل. حتى لو ما صرت شاف يعني بس ستيل بعرف طعم التمة وستيل بعرف شو الطيب ومش طيب وشو بدي نزل على المنيو وشو ما بدي نزل وكيف بده يكون مطعمة وكيف بدها تكون البرزنتيشن وكيف بده يكون المنيو والطعمات وكل شي كل شي. هلا بعد ما بعرف شو بدي اسميه للمطعم ما عارف إذا بسميه كارينز كريفينجز. رايحين ناكل عند كارينز كريفينجز؟ لا ما حدا بيسمي مطعم باسمه أو بلا بلا أكيد. بس بدي إياه يكون هيك شوي مثل بيسترو. ما بدي إياه يكون كتير كاجوال ولا فانسي. شي بالنص. وشو كمان كتير بعد قربوا لعنده هيك بدي بكلها من كل ميلات لأنه أنا بروح على مطاعم و I'm picking. كنا راحت البطارية خلصت عصرت المطاعم. بيوصلني DMs اللي متابعنا على انستا بيعرف أنه بطلت أخذ invitations من مكان وروح جرب حياة لمطعم بيحكينا. صرت كتير selective. فمرة محل they reached out وكانت بالأوفيس. سألت رفقاتي إذا بهمون. they were like إيه delivery كان إنه يبعتولي مش إنه أنا أروح لعندهم. وبعتولي المنيو كرمال نقي شو بدي. نقيت 5 items. بيرجعوا بيردوا علي بيقولوا لي preferably 2. أنا قريت preferably 2 برو. من وين بتجيبوا هالوقاحة؟ من وين بتجيبوا هالأوداسيتي؟ من وين بتجيبوا هالكحتنة؟ Like what the actual fuck? What the fuck يعني preferably two? I was like ما سكتت ما قدرت. I was like sorry ما بيهمني. I don't think it's sorry. I was like ما بيهمني إنه to promote your brand in exchange of two items. ما رح أقول شو هنا لأن بنعرف المحل. فصاروا إنه صار في misunderstanding ونحنا إنه عنا two packages للماركتينج. يا item ودسير وجو يا mini item ما بعرف شي تاني. وما رجعت رديت. بس إنه تبعتولي شو هن your offers من بعد ما تبعتولي المنيو وتقولولي تلبي شو بدك. Like what the actual fuck. مين الماركتينج تيم أو social media تيم اللي ورا هيدا المطعم ما بعرف. بس شي بيخوت شي unprofessional كحتنة لدرجة مش طبيعية. I was like no fucking way ادعس بهيك محل كحتة. ومن بعد هول الكذا شغل اللي صاروا معي I was like وكمان صار معي قبل كنت already قبلت الانفيتيشن ورحت وهيك لأنه كان مطعم شوي ضارب وهيك. I was like يلا بعد في أنا ما جربته. Like literally the social media manager بتقعد معي على الطاولة كل الوقت وبتصير تقلي كيف بدي صور وشو رح نزل. تسألني كم ستوري وشو رح تنزلي على تيك توك وهيك. Like لا تهنت بالأكل لا قلت انه ها ظهرت مع رفقاتي I had some good time وسويت كم ستوري. لا كنت رايحة بس to shoot وهي فوق راسي. I was like فكرتها دفعتلي. وهون من وقتها تعلمت انا ما بقى بروح على انفيتيشنز. هيدا دو ان دو اذا لحقت بدي روح
تا حبيبي what are you expecting from me؟ دعاية اجي احكي على المحل وفرجي واطلع وانزل؟ انسى. اذا بدي اقبل invitation بده يكون محل كتير بيعنيلي وكتير انه بعبالي جربه و stories and that's it. كل شي باقي needs to be paid. حاج تستخرونا، ها هي الكلمة من الاخر، حاج تستخرونا. وهذا للمطاعم وللبراندز كمان، العالم اللي بتبعت قصص فور فري لننزل ريفيو ونصور لهم ونعمل وننزل ونطلع. برو طيبة؟ متعقد كانت يعني كانت قد مش نبعه. ايه بس زدت بالغلط دوبلة عيارات السكر صدق طلع شي كريم اند كوكيز شي ما حبيتها كتير. طيبة؟ انو اتسوكي مش عاطلة انو نادي بس سكر طيب صحتين؟ تشقي احلام بالوعي بتروحي وبترجعي منك معي شو؟ بدك بعد؟ اكيد في بعد اذا بدك صحتين. I'm really looking for somebody who will accept all of me.